بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 29 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة دائما للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئات كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل عين عين ميم، أخونا يقول أرجو إفتائي في أمري، إنني رجل متزوج وفي يوم من الأيام حدث شجار بيني وبين زوجتي، وكانت غضبانة مني وقالت لي طلقني، وأنا لم أنوي الطلاق، وقلت لها استعيذي بالله من الشيطان، ولكنها تحدثني وقالت إذا أنت رجل طلق، وقلت لها أنت طالق، وخرجت ورجعت لها في نفس اللحظة وأرجعتها، وبعد مضي 7 سنوات حدث بيني وبينها شجار وطلقتها وهي في الحيض، وكانت في اليوم 4 من الحيض، وأرجعتها في اليوم 5 من الحيض، ولم ألفظ الطلاق أمامها، ولكن قلت لأبي إني طلقت زوجتي، هل يقع عليها الطلاق وهي في الحيض، وهل تحسب لها طلقة؟ لأنني قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق أن طلاق الحائض من البدعة وأنه لا يقع، وجهوني يحفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه يجب على الزوج أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق حتى ولو غضب، حصل بينه وبين زوجه أي خلاف، ما دام أنه يرغب في زوجته ويريد بقاء الزوجية، ولا سيما إذا كان لها أولاد وانبنى على هذه العشرة تكون أسرة، فإنه يجب على الزوج أن يحفظ لسانه من الطلاق وأن يصبر على ما يلاقي من زوجته من بعض الحالات المحرجة لما في ذلك من الخير والعاقبة الحميدة، ومن أجل تجنب الوقوع في الحرج والمشاكل الكثيرة. أما قضية أنه طلق ثم راجع ثم طلق في الحيض ويسأل عن وقوع الطلاق في الحيض، فهذه مسألة يرجع فيها إلى المفتين، يرجع إلى بعض العلماء في بلده ويسألهم ويتمشى على ما يوجهونه إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا تقول المرسلة سعادة الجهني، أختنا تسأل وتقول فضيلة الشيخ، هل يجوز تقليم الأظافر وقص الشعر وتمشيط النساء والأطفال بحلول شهر ذي الحجة، أم أنه خاص بالرجال القيم على العائلة، أو أم أنه خاص بالرجل القيم على العائلة؟ قص الأظافر وإزالة الشعور التي أمر الشارع بإزالتها، شعر الأبط والعانة، كل ذلك من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، وكذلك قص الشارب بالنسبة للرجل، هذا من سنن الأنبياء، وإعفاء اللحية وإكرامها، هذا من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء. ولكن إذا دخل شهر ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي عن نفسه، فإنه يتجنب قص الأظافر ويتجنب أخذ شيء من شعره من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يذبح الأضحية في أيام العيد، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يريد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعوره أو أظفاره حتى يضحي، إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي. أما من يضحى عنه من الأولاد ومن الزوجات فلا مانع أن يأخذوا من أظفارهم ومن شعورهم، لأنه لم يرد نهي عن ذلك في حقهم، وإنما ورد النهي في حق من يريد أن يضحي. وأما قول بعض الفقهاء من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فإنه لا
يأخذ شيئا من شعوره وأبكاره في عشر ذي الحجة، فقولهم أو يضحى عنه هذا لا دليل عليه، وإنما الدليل على من أراد أن يضحي كما في الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول هل يجوز للرجل وزوجته الصدقة بشاة واحدة يشتريها الزوج، علما بأن الزوجة لديها غنم؟ أجيبون عن هذا مأجورين جزاكم الله خيرا. إن كان قال قصد الأضحية فنعم، الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، كما كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته مهما كثروا. وإن كان مرادها الصدقة صدقة المطلقة فنعم، الإنسان إذا تصدق ناويا ثوابها عنه وعن زوجته وعن من شاء من المسلمين فلا بأس بذلك حسب النية، ولو كان من نوي عنه تصدق عنده مال، فإن نية الصدقة عنه من غيره تنفعه بإذن الله إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى أخواتنا من المدينة المنورة، تقول سين عين دال. أختنا تقول أنا امرأة متزوجة ولدي طفلة، كنت أعيش مع أم زوجي في بيت واحد، ولكن حدثت بيني وبينها مشاكل كثيرة، فهي امرأة عصبية جدا جدا، فطلبت أن أعيش لوحدي في بيت آخر وتم لي ذلك، ولكن رغم ذلك ما زالت المشاكل بيننا، وهي دائما تشتمني وتسب أهلي وتتهمني بالسرقة وأنني سحرتها وسحرت ابنها، وتتهمني بأشياء في حدود الله، وتطلب من زوجي أن يطلقني، وأنا من كثرة المشاكل أصبحت أكرهها ولا أزورها ولا أحب أن أراها، وهي لا تريدني أن أزورها ولا تحب أن تراني كذلك، ونحن على هذا الانقطاع سنتين وأكثر. سؤالي، هل علي إثم من عدم زيارتي لها، مع العلم أن زوجي وابنتي يزورانها، وأنا حاولت كثيرا مع زوجي أن يصلح بيننا ولكنه لا يفضل ذلك تجنبا لمشاكل؟ أولا عليك بالصبر ولك في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأنها أم زوجك، فالصبر عليها مصالح من إرضاء الزوج ومن التئام الأسرة وعدم الفرقة والنفرة فيما بينها. ثانيا عليها بالعفو والتجاوز عن أم زوجها وإن صدر منها إساءة في حقها، قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن أي الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فعليك بالصبر على ما تلقين من أم زوجك من الإساءة، وقابل ذلك بالصفح والعفو، فهو خير لك عند الله سبحانه وتعالى وأدعى لصلاح الأمور. قال تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما الزوج فإن عليه أن يصلح بين أمه وبين زوجته، وأن لا يكون موقفه سلبيا، بل عليه أن يتدخل في الإصلاح وإرضاء أمه وإقناع زوجته، وبذلك تلتئم الأمور بإذن الله ويزول الشقاق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، بعض الأمهات لا تطيق امرأة ابنها، وأيضا بعض الزوجات لا تطيق أم زوجها، وحينئذ ينشأ كما نشأ بين هذه المرأة وبين أم زوجها، هل من كلمة للطرفين يحفظكم الله؟ لا شك أن النساء ضعيفات عقل وضعيفات دين، وفيهن غيرة زائدة، يحصل من ذلك ما يحصل من التباغض بينهن والعداوة والقطيعة وغير ذلك من السلبيات، ولكن المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر تتغلب على هذه النزعة الشيطانية وهذه النزعة السيئة، فلا تتأثر بها، عليها أن تعالجها، ولا بد من وجود شيء من سوء التفاهم بين النساء، لا سيما بين الضرات أو بين الزوجة وأم زوجها أو بين
أخوات زوجها أو غير ذلك. فلا بد من الصبر والتحمل، ولا بد من الصفح والعفو، ولا بد من المصالحة وسد الأبواب الشيطانية والنزعات النفسية، فإن هذه الأمور تعالج بما أمر الله سبحانه وتعالى به من الإحسان إلى المسيء والصفح عنه ومقابلة السيئة بالحسنة، وأيضا التعوذ بالله من الشيطان، لأن منشأ هذه الأمور من الشيطان، والشيطان يتدخل ويوقع العداوة بين الناس ولا سيما بين الأقارب وبين أفراد الأسرة. فعلى من وجد شيئا من ذلك أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان، فإنه من استعاذ بالله أعاذه الله وكفاه شر هذا العدو. فالأمور لها علاج، ولكن هذا لا بد فيه من أمرين: أولا معرفة العلاج النافع، وثانيا استعماله على الوجه الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من كلمة أيضا يحفظكم الله لنساء الأولاد تجاه أمهات أزواجهم؟ لا شك أن نساء الأولاد عليهن حق واجب لأمهات أزواجهن من أجل صلاح العشرة بينها وبين زوجها، ومن أجل إعانة زوجها على البر لأمه، لأن الزوجة السيئة قد تكون سببا في عقوق زوجها لأمه، بينما قد تكون عونا له على بر أمه إذا صلحت وأصلحت. الزوجة يجب عليها أن تتقي الله في حق أم زوجها، وأن تحسن العشرة بينها وبينها، وأن تكون عونا لزوجها على البر بأمه ليحصل لها بذلك الأجر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قرأت في كتاب زاد المعاد أن الصبغة أو الحنة السوداء ليست محرمة إلا إذا أريد بها الغش أو الخداع، وأنا شعري يتساقط بكثرة، فسمعت عن نوع من الحناء يساعد على نمو الشعر وعدم تساقطه ولكنه يجعل الشعر أسود، فهل هذه الحنة محرمة مع العلم أن لون شعري أسود؟ الصبغ بالسواد لا يجوز إذا كان في الإنسان رجلا أو امرأة شيب، فإنه يستحب له تغييره لكن بغير السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وهذا عام للرجال وللنساء، وما أظن أن ابن القيم يبيح الصبغ بالسواد، هذا وهم من السائلة، ولكن ابن القيم كغيره من العلماء يرون استحباب تغيير الشيء لكن بغير السواد. وأما الشعر الأسود فلا داعي لتغييره بلون آخر، لأن السواد جمال وطبيعة الشعر، فتغييره إلى لون آخر إنما هو من باب العبث أو من باب التشبه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من سهر الليل حتى قبل صلاة الفجر بقليل فغلبه النوم فنام عن الصلاة، وعندما استيقظ في وقت متأخر 11 أو بعدها تقريبا فقام وصلى الفجر، وأحيانا يستيقظ بعد الظهر أو قريبا من صلاة العصر، فهل تقبل صلاته؟ السهر مكروه بعد صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره السهر بعد صلاة العشاء، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء يسبب التثاقل عن صلاة الفجر، وقد يفوتها ويخرجها عن وقتها. أما ذكره السائل من أنه يسهر ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس الساعة 11 أو بعد الظهر، هذا محرم، والسهر يحرم إذا كان يؤدي إلى محرم. السهر بعد العشاء إذا كان يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر عن وقتها يكون هذا السهر محرما، حتى ولو كان يطلب العلم أو يتلو القرآن في هذا السهر فإنه حرام، لما يترتب عليه من تضييع الواجب وإخراج الصلاة عن وقتها. الواجب على هذا السائل وعلى غيره من هو مثله، وقد كثر هذا في الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقوموا لصلاة الفجر مع الجماعة. أتأخير الصلاة ترك صلاة الجماعة ترك لواجب، ففيه إثم عظيم، وإذا انضاف إليه إخراج الصلاة عن وقتها فالأمر أشد والتحريم أكبر، بل قد لا تصح الصلاة إذا أخرها الإنسان
الإنسان متعمدا عن وقتها، فيرى بعض العلماء أنها لا تصح ولا تقبل منه. والنوم إنما يكون عذرا في حق من ليس عادته النوم، وإنما كان حريصا على القيام لصلاة الفجر، وكان من عادته القيام لصلاة الفجر مع المسلمين، ولكن في بعض الليالي يغلبه النوم مع حرصه على القيام، فهذا يعذر. أما الإنسان الذي يتعمد هذا الشيء ويتخذ السهرة الليل والنوم عن صلاة الفجر يتخذ ذلك عادة له، فهذا محرم، وهذا لا تصح منه، أو قد لا تصح منه صلاة الفجر ولو صلاها بعد وقتها، لأنه أخرجها عن وقتها بغير عذر شرعي. قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض الصحابة: إن لله عملا بالليل لا يقبله في النهار، ولله عملا النهار لا يقبله في الليل. كل شيء له وقت وله موعد، إذا تأخر عن موعده فإنه لا يقبل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يمكن للإنسان أن يحج بمال غيره دينا أو مال أبيه، بمعنى أنه يأخذ من أبيه مالا ليحج به أفيدونا جزاكم الله خيرا، وما الحكم إذا أخذ مالا من غير أبيه أيضا؟ أما أنه يطلب من الغير يعطيه مالا ليحج به فهذا غير مشروع، لا يشرع للإنسان أن يقترض من أجل أن يحج، بل يكون هذا مكروها، لأن هذا فيه تحمل للدين، والذي ليس عنده مال يحج به لا يجب عليه الحج. أما إذا بذل له هذا الشيء، بغير طلب منه، لأن أعطاه أحد مالا يحج به أو أقرضه مالا يحج به من غير طلب منه وفعل ذلك، فلا حرج، لا حرج عليه، وحجه صحيح إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أراد الشخص أن يتزوج لكن أبو البنت عنده بعض البدع والبنت مستقيمة، هل يجوز عقد النكاح منها مع هذا الأب أو لا يجوز؟ إذا كانت البنت صالحة ومستقيمة فلا بأس بالزواج منها، وإن كان أبوها عنده شيء من الخطأ أو من بعض البدع، فما دامت البنت مستقيمة وصالحة وهي على أخلاق طيبة ومستوى حسن، فلا بأس أن يتزوج بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من المملكة الأردنية الهاشمية تقول: أم البراء، أم البراء لها قضية تقول فيها: ماذا تفعل المرأة إذا كان لها زوج لا يصلي، مع العلم أنه يصوم شهر رمضان كاملا ويصلي صلاة العيدين والجمعة ويقوم بإخراج الزكاة كاملة ولا يعمل شيئا منكرا أو مكروه، ويحب الخير لجميع الناس ويؤمن بالله ويخافه ويخشى، ويعامل زوجته معاملة حسنة وطيبة، مع العلم أنها نصحته أكثر من مرة ولجأت إلى من يعز عليه من الأصدقاء لنصحه، ولكنه يتكاسل عن الصلاة ولا يصليها باستمرار، وهي تصلي ولله الحمد، وأولادها جميعا محافظون على الصلاة. هذه مصيبة عظيمة. إذا كان قصدها أنه لا يصلي مع الجماعة ولكنه يؤدي الصلاة في بيته، فهذا يكون تاركا لواجب، لأن صلاة الجماعة واجبة، وعليها أن تنكر عليه وأن تنصحه. أما إذا كان لا يصلي بمعنى أنه يترك الصلاة نهائيا، فهذا يعتبر كافرا، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، لا سيما إذا تكرر هذا منه وصار عادة له، وأنه لا يصلي إلا بعض الصلوات كالجمعة وبعض الصلوات، فإن صلاته غير صحيحة، لأنه إذا ترك بعض الصلوات لم تصح منه الصلوات التي يصليها، لأن الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فلا بد من المحافظة على جميع الصلوات. أما من كان يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها فهو كمن ترك الجميع، وهو كافر خارج من الملة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تصح منه الأعمال الأخرى، لا صيام رمضان ولا الصدقات ولا إيتاء الزكاة ولا غير ذلك من الأعمال، حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات الخمس، لأنها هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وقد قال من أركان الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، رواه مسلم. وهذا حديث صحيح صريح في كفر تارك الصلاة، في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على كفر تارك الصلاة، نسأل الله العافية. فهذا إذا كان من هذا النوع فإنه كافر بالله عز وجل، ولا يجوز لك البقاء معه، لا يجوز لزوجته أن تبقى معه،
معه. الزوجة المسلمة لا يجوز أن تبقى مع زوج كافر. قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى رسالتك يا أم البراء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. بعد هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: هل يجوز أن تذهب المرأة للطبيب مع وجود طبيبة في نفس التخصص؟ لا يجوز للمرأة أن تعالج عند الطبيب الذي يطلع على شيء من جسمها مع وجود طبيبة من النساء، فالنساء تعالج عند الطبيبات من النساء، والرجال يعالجون عند الأطباء من الرجال، حفاظا على الحياة والحشمة وابتعادا عن الفتنة. إنما يجوز للمرأة أن تعالج عند الطبيب الرجل عند الضرورة إذا لم يوجد طبيبة مختصة، بشرطين: أن تبلغ الحالة حالة الضرورة، ثانيا أن لا يوجد طبيبة مسلمة، ثالثا أن يقتصر الكشف على موضع الحاجة، على موضع الحاجة للعلاج. نعم. يحفظكم الله. ذكرتم الطبيبة المسلمة، إذا لم يوجد إلا طبيبة ولكنها غير مسلمة، ولو كان إذا من لم يوجد طبيبة مسلمة يجوز العلاج عند طبيب أو طبيبة كافرين للضرورة. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى